يدخل فريق النادي الأهلي اختبارا صعبا غدا في بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يحل ضيفا على فريق وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. أبناء القلعة الحمراء يخوضون هذه المباراة بأفضلية مباراة الذهاب التي حقق فيها الأهلي الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب. الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي يعي تماما أهمية المباراة رغم نتيجة مباراة الذهاب، كما يعلم مدى خطورة فريق وفاق سطيف على أرضه ووسط جماهيره، لكنه يضع أمام عينيه هدفا واحدا فقط ألا وهو اقتناص بطاقة الصعود إلى نهائي البطولة التي تعد الأهم في مسيرته مع المارد الأحمر والتي يسير فيها بخطى ثابتة حتى الآن. كارتيرون يعول كثيرا على ثلاثي أحمد فتحي وليد سليمان حسام عاشور في تشكيلة مباراة الغد، لا سيما وأنهم من أصحاب الخبرات، هو ما يحتاجه الفريق في مثل هذه المباريات الصعبة. في المقابل يأمل المغربي شهاب الليلي المدير الفني لفريق وفاق سطيف في بلوغ نهائي البطولة على حساب الأهلي مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لا سيما وأنه صرح عقب مباراة الذهاب بأن فريقه بدأ اللقاء أمام الأهلي بشكل سيء قبل أن يتدارك الأمر في الشوط الثاني. فيما أكد وزير الرياضة الجزائري في تصريحات صحفية على ثقته الكاملة في لاعبي فريق وفاق سطيف وقدرتهم على الصعود إلى نهائي البطولة على الرغم من قوة وصعوبة المنافس الذي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة.